السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير أخواتي الحبيبات. فيديو جديد، يوم جديد إن شاء الله، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. ياغورت منزلي بمقادير بسيطة في المتناول، وصفة اقتصادية. ياغورت منزلي بمذاق روعة إن شاء الله، أنا متيقنة سينال الإعجاب ديالكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم حبيباتي، كنتمنى إن شاء الله تابوناو في القناة ديالي، وكيفرحني تعاليق ديالكم والبصمات ديالكم. شكرا لكم كل الناس اللي كانوا معايا من قبل والناس اللي تزادوا معايا جداد، مرحبا بالكل، مرحبا بكم جميعا، وشكرا لكم بزاف بزاف. كنشكركم جميعا كل واحد بالاسم ديالو، شكرا لكم. عندي لتر ديال الحليب، حليب كامل الدسم، لتر حليب كنفرغو في كسرونة، وكنزيد عليه واحد الفاني، وربعة ديال معلقة السكر. طبعا السكر على حسب نتوما والاختيار ديالكم، بغيتوه يكون بدون سكر فما ديروش السكر، بغيتوه يكون حلو كديرو السكر. انا درت واحد الفاني و ربعة المعالق ديال السكر، نحركهم مزيان حتى يذوبوا شي شويه في الحليب، وكنزيد الفاني صافي، وكنوضعهم فوق النار حتى الغليان، وعن نحاول نحيدهم من بعد ما يغلى الحليب ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونحيدهم من فوق النار. كنقلب الحليب من بعد ما هيتهم فوق النار، كنقلبو حتى كنتسنى حتى كيدفى، ونقلبو بصبعي ما يكونش كيحرق طبعا. وكنخلط الياغورت اللي عندي مع واحد شويه ديال الحليب الدافي نيت اللي عندي اللي في الكاسرونه، كنقص واحد شويه وكندوب فيه داك الياغورت، وكنضيفو الحليب ديالي شوي بشوي، وكنحرك مزيان حتى ما تبقاش الحبيبات ديال الياغورت كتبان، كتذوب مزيان في الحليب. طبعا حليب دافي ضروري تركزوا على هاد المساله، حليب دافي. صافي كنوزعو في الكيسان، عندي عطاني 8 ديال الكيسان كبار. تناخد طنجره كبيره وكنوضع فيها الماء غليان، ماء طايب مزيان، وكنعمر الطنجره تقريبا النصف ديالها، فين نحط الكؤوس، والكؤوس يوصلهم الماء تقريبا فوق النصف بواحد شويه، حتى الى تحركات الطنجره ما يدخلش الماء في وسط الكاس، طبعا يكون اقل من الكاس واحد شويه من الطول ديال الكاس. صافي كنستف فيها الكيسان ديالي، وكنغطيهم بواحد المنديل. طبعا ما ديروش البلاستيك، ديروا منديل باش داك البخار ديال الماء ما يعاودش يطيح في اليوغورت ويخسره. فكنغطيوها كما قلت لكم اخواتي، منديل اللي غيشرب البخار اللي غيطلع من الماء الغليان. صافي كنستفهم ونغطيهم، وكنسخن واحد الفران واحد شويه ونطفيه، كنسخن الفران واحد شويه ونطفيه، وكنوضع عليه غطاء غليظ، وكنسد عليه في الفرن. طبعا
صافي كنوضعو في الفرن كما قلت لكم دافئ، وكنطفيه وكنسد الفرن ديالي كالتالي. هذا هو الياغورت ديالنا اخواتي، ناجح 100%. كنتمنى تجربوا هاد لاغوستيت، هادي راها ناجحه. وكونوا متيقنين 100%، تبعوا فقط المراحل اللي قلت لكم، وبالصحه والراحه. وما تنساوش الاشتراك في القناه واللايك وتابوناو معايا، وشكرا لكم، والى فيديو جديد ان شاء الله.